من ضده. اوكي تصرف علي شباب، راح نلعب من ضده. اوكي اشتغل بالراس، بالراس ثلاث لمسات تلعبه وين هذا مربع مالتهم، ثلاث لمسات هذا مربع مالتهم. راح اصفر اقول اخضر، اخضر وين تروح؟ تروح هناك. انت قال شو تسوي؟ تروح تدافع. اوكي ترجع وين؟ ترجع هنا. روح الستين اخضر، عرضيه من الجانب، عرضيه من الجانب الثاني. بس ما عليه، اللاعبين اللي يعرضون، اللاعبين اللي يعرضون شايف العده. ما اريد الكره مالتك ثابته، اريد الكره مالتك تحركها وتعرضها. حتى شو تصير؟ تصير حالة لعب. حالة لعب شنو؟ حالة لعب مثلا هجمة مرتدة. يعني ما اريد الكرة مالتك ثابتة باعتبار ضربة زاوية او ضربة فاول. لا. حرك الكرة مالتك واعرض، اوكي؟ خلصت عرضيتين، لعبتها بالهدف او طلعتها اوت، رأست تجي سريع وين؟ العب لك الكرة، تلعب بيناتكم ثلاث لمسات تنقلها، ثلاث لمسات تنقلها. احتمال انت ارجعك هنا، واحتمال انت اقول لك هنا اروح. علي عاز مالتي وعصا فره مالتي، اوكي؟ هذا المربع ممنوع تعبر اللي قدام لا هنا فقط هنا، اوكي؟ يلا داوم. ممنوع تنزل الكره بيمن. ثلاث لمسات تحول هنا. يلا توزع. ها؟ Go!
شباب التمرين الاول ولا الثاني حلو؟ الثاني حلو؟ لا الاول. الاول حلو؟ زين زين. سؤال 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 ارجع عيد لكم؟ ها ها اعيد لكم؟ لا مو تقول حلو. سؤال او ستوب. يتعب لو ما يتعب؟ اثنينات الا واحد. ها ها اعيد لكم؟ يلا 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 يلا.